بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعه، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذا الذي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي، يعني هل يقطع صلاته أو يستمر في صلاته. وأورد فيه هذا الحديث الذي هو عن بني إسرائيل، وأن جريجا كان من بني إسرائيل كان يتعبد في صومعه، وأن أمه دعته وهو يصلي فلم يجبها، وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم دعته مرة ثانية فلم يجبها، ثم دعته فلم يجبها، فدعت عليه وقال: اللهم، قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المياميس. والمياميس يعني الزواني والعواهر، وكانت امرأة ترعى غنم وتأوي إلى صومعته، فمكنت راعي غنم، مكنت رجلا من نفسها فولدت ولدا، فألحقته أو زعمت أنه من جريج وأنه زنى بها. فكان هذا يعني لما قالوا ما قالوا، نزل جريج وقال: أين هذا الذي تزعم يعني هذه المرأة أنه مني؟ فقال: يا فلان، من أبوك؟ ناداه وقال: يا فلان، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي، يعني أبوه فلان الراعي وليس أبوه جريج. فحصل أو تبين لهم أن جريجا سليم، وأنه إنما هو من غيره، وكانوا قد هدموا صومعته، وقالوا: نعيدها لك من ذهب. قال: عيدوها لمن طين. والحديث أورده البخاري في عدة مواضع، هذا أولها، وذكره في مواضع أخرى يعني في غير هذا الموضع، وذكره هنا معلقا عن الليث. وقد وصله الإسماعيلي كما ذكر الحافظ بن حجر، ولكنه جاء من وجوه أخرى بإسناد البخاري نفسه متصلا، ولكن الطريقة التي من الليث هذه جاءت بهذه الهيئة التي هي التعليق، ولكنه موصول عند البخاري من غير طريق الليث، وموصول أيضا هذه الطريق عند الليث موصولة عند عند الإسماعيلي. عدمة
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعه قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميث. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا أبا بوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. قال يا أبا بوس، بابوس قيل معناها الصبي أو الطفل، يا طفل من أبوك؟ يا من أبوك؟ فقال يعني فلان راعي الغنم. فبرأ الله جريجا بأن أنطق هذا الطفل الذي يعني هو وليد صغير. وقد جاء في بعض الروايات أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي هو صاحب جريج، يعني هذا الطفل الذي نسب إلى جريج، والرجل والطفل الذي كان مع أمه يرضع. فلما مر رجل يعني له هيئة حسنة وعلى فرس وله شارة طيبة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، اللهم اجعل مثل هذا، فأطلق الصبي ثدي أمه والتفت إليه قال اللهم لا تجعلني منه، اللهم لا تجعلني مثله. ثم إنه رجع يرضع، وإذا امرأة يعني يضربونها ويسبونها ويعيبونها وهي تقول عن براءتها وأنها ليس لها ذنب لهذا الذي فعلوه بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها، فالتفت إليها ثم قال اللهم اجعلني مثلها. فسألته يعني أمه، فقال إن هذا كان جبارا وأنه كذا وأنه كذا، يعني إنه ظالم، وهذه قالت إنها بريئة، يقولون زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق. فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم وهذا الغلام الذي مع جريج وذلك الطفل الذي مع أمه يرضع. ثم إن الترجمة عقدها أو أردها المصنف هنا فيما يتعلق بالعمل بالصلاة، وأن يعني وأنه هل يتكلم هل يقطع الصلاة أو يتكلم في الصلاة. الحافظ بن حجر ذكر أن أمه كانت أنه كان في شريعتهم، لعله كان في شريعتهم، نقل عن بعضهم أنه لعله في شريعتهم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فلهذا نادته ولم يجبها فدعت عليه، نادته فلم يجبها ودعت عليه. وقال أيضا قولا آخر في هذا، وهو أن ذكر قولا آخر، اقرأ كلام ابن حجر. قال ابن بطال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها. والذي يظهر من ترديده في قوله أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة، فلذلك لم يجبها. والذي يظهر من ترديده في قوله أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. ويزيد هذا مجهول. قال والذي يظهر من ترديده في قوله أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبها. ويحتمل أن يكون هذا الكلام الذي قاله بنفسه وليس وأنه لم يعني وأن هذا قاله في نفسه، ما قال
يعني لأن هذا ليس دعاء، وإنما قال اللهم إي وصلاتي، اللهم يعني لا يدري هل يجيب أمه ويستمر في صلاته، يعني فاستمر في صلاته وترك أمه، استمر في صلاته وترك أمه. فقد يكون إن, أن, أن هذا الذي حصل إنه يعني شيء بينه وبين نفسه، وأنه لم يقل اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، وإنما يعني أن هذا جاء في نفسه، وأن ويكون هذا نظير ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع من الركوع حتى أقول قد نسي، ويرفع من السجود يعني من السجدين حتى أقول قد نسي، يعني للإطالة. وقوله أقول قد نسي يعني في قلبه وفي نفسه، يعني ليس بلسانه يقول قد نسي، لأن كلمة قد نسي واللسان يتكلم في الصلاة لا يجوز، وإنما يأتي في نفسه ويأتي في خاطره أنه قد نسي، فيكون هذا من قبيل الشيء الذي يعني يكون في ذهن الإنسان من دون أن ينطق به، من دون أن ينطق به، فلا يكون معنى ذلك أن الكلام سائغ وأنه جائز، مثل ما أشار إليه الحافظ قال والذي يظهر أنه يرى أن الكلام يقطع الصلاة، أن الكلام يقطع الصلاة، يعني معناه أنها لو كان يعني هذا باللسان يقطع الصلاة، لكن كونه يكون في قلبه هذا لا يقطع الصلاة ولا يؤثر على الصلاة. وكان في قلب نفسه اللهم كذا وكذا، يعني متردد، يعني ما يدري هل يكلم ولا ما يكلم، هل يكلم أمه أو يستمر في صلاته. يعني إذا كان أن من قبيل حديث النفس وأنه قاله في نفسه الذي أنه قال في نفسه يكون ليس هناك إشكال. قال وقال الليث، الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة. نعم. هنا قال أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ يا بابوس اللي هو الابن الطفل الصغير، هذا الولد الذي زعمت أنه له، فقال يا بابوس، والبابوس هو الصغير أو الطفل، يعني هذا هو مقصود بقوله يا بابوس. لا، السؤال من أبوك؟ من أبوك يعني أبوك الذي أنت من، يعني ليس الأب الشرعي، وإنما هو الذي هو كان متخلقا من نطفته، يعني وإما الزاني ليس له ولد، الزاني ليس له إلا الحجر، يعني في شريعتنا وقد يكون ذلك في الشرائع السابقة لا ندري، لكن الأبوة هذه قوله من أبوك يعني المقصود الذي ولد من مائه والذي تخلق من مائه، لكن لا يستدل بهذا على أن الزاني يكون له ولد وأنه ينسب الولد إلى الزاني، فإنه لا ينسب إلى الزاني. ولهذا لو حصل زنا يعني لامرأة يعني ذات زوج ثم ولدت فإنه يضاف إلى, 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 إلى صاحب الفراش، كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد الفراش يعني الزوج والعاهر الحجر، يعني ليس له إلا الحجارة التي يرمى بها إذا كان محصنا، أو أنه ليس له إلا الخيبة والتراب الذي يحثى في وجهه. صلى الراجح في المصلي إذا نادته أمه يقطع، الذي يبدو والله أعلم أن إنه إذا نادته أمه وكان يعني نداؤها لأمر يعني عرف أن فيه أمر يقتضي إجابتها وقطع صلاته فإنه يفعل، وأما إذا كان ليس هناك أو بدلا من كونه يفعل يعني يتمها خفيفة ولا يطولها، يعني إذا كان قد أراد التطويل يتمها خفيفة، وإما يقطعها
إذا كان الأمر يقتضي ذلك كأن يصير حصل لها شيء ظرف يعني تتطلب منه أنه يقطع صلاته أو أنه يتمها خفيفة ويأتي إليها. أحسن الله إليكم، ذكرتم ثلاثة تكلموا في المهد ولم تذكروا قصة الطفل في قصة أصحاب الأخدود. نعم هو فيها، لكن هذا الذي جاء في الحديث، انظر الحديث هذا جاء في أحد الطرق عند البخاري، شوف الأطراف، هذا هو ثلاثة أطراف فيه. نعم شوف الطرف الأخير. نعم حديث أبي هريرة، بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب ويترضع، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. هذا ما ذكر هذا الابن فقط، ما ذكر القصة الثانية. هذا الحديث اللي هو آخر طرف 3466 فيه ذكر رضيع واحد فقط. لا شوف الأطراف الأخرى اللي قبله 36 لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، ثم ذكر قصة هذه المرأة الذي كان معها طفلها ومر بها رجل راكب ذو شارة. هؤلاء الثلاثة الذي جاء ذكرهم في هذا الحديث أو في طرف من أطراف هذا الحديث عند البخاري، وذاك حديث صحيح الذي فيه يعني أصحاب الأخدود، وعلى هذا يعني يكون اللي تكلموا أربعة. وكذلك قصة ماشطة، في قصة ماشطة فرعون وش فيه؟ فيه ذكر القصة أنه تكلم ابنها الطفل لما غلى بهم الزيت وأراد أن يرميها مع أبنائها. ما أدري، لكن إذا صحت فهي خامسة أصير لا أعرف. وسادس على احتمال، وهو شاهد يوسف الذي تكلم في المهد على قول بعض أهل التفسير، وشاهد شاهد من أهلها. قال رحمه الله تعالى: باب مس الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. ثم قال: باب تسوية، باب مس الحصى في الصلاة. باب مس الحصى في الصلاة، مس الحصى يعني تسويته، يعني وهو الذي مكان سجوده والذي يسجد عليه. وذكر فيه هذا الحديث عن معيقيب قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إن كنت ولا بد فاعلا فأتي بواحدة، ولا تمسح التراب عندما تأتي لكل سجدة، أو كلما تسجد تمسح التراب، إن كان ولا بد فواحدة. ولعل المقصود يعني من ذكر الواحدة لأن الأرض التي يسجد عليها وهي حصبة أو تراب يعني فيها انخفاض وفيها ارتفاع بسبب ما يمشى عليها ووطئ الأرجل عليها، فيكون بسبب ذلك الأرض غير مستوية، فإذا فعلها في الأول مرة واحدة لتستوي فهذا يكفي ولا يحتاج إليه عند الثانية والثالثة والرابعة، يعني بالنسبة للصلوات عند كل ركعة من الركعات، وإنما يكفي الأولى لأنها بذلك حصل مقصود تساوت، ما فيها انخفاض وارتفاع بسبب الوطئ عليها، فإذا سواها في الأول لا يفعلها في الآخر. قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني فاصنع واحدة أو افعل واحدة لحصول الفائدة من هذه الواحدة وعدم حصول فائدة للأحوال الأخرى التي بعد هذه المرة الواحدة التي هي الأولى. قال حدثنا أبو نعيم
بفضل بن دكين. عن شيبان بن عبد الرحمن. عن يحيى عن أبي سلمة. نعم. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن معيقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ أنه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث الواحد. قال رحمه الله تعالى: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم ذكر باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، يعني هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فالأمر في ذلك واضح. كل إنسان يضع قدامه سجاده، يضع قدامه يعني ثوب، يعني يقيه الأرض، يقيه الحر أو البرد، يعني يفعل ذلك في الصلاة، يعني الأمر واضح. أما إذا كان في الصلاة فهل يفعل أنه يبسط الثوب ليسجد عليه؟ أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في شدة الحر، فيعني لا يستطيع أحدهم أن يسجد على الأرض أو يمكن جبهته من الأرض لحرارة الرمضاء، فيضع ثوبه ويسجد عليه، يضع ثوبه ويسجد عليه. وسواء كان هذا الثوب الذي كان عليه يعني عليه يعني جزءا من ثوبه وأنه لا يستطيع أن يضعه على الأرض وإنما يضع عليها شيئا منها وطرفا منه، أو أنه كان عليه يعني ثوب يعني غير الذي يواري عورته ويواري أيضا يعني كتفيه فوضعه وهو يصلي، لا بأس بذلك. لكن يبدو أن هذا شيئا متصلا، وأنه جزء من ثوبه الذي هو يعني ملتحف به الذي هو رداء مثلا، فيضع طرفه ويسجد عليه حتى يسلم من حرارة الرمضاء وحرارة شدة الشمس. فهذا يدل على جواز ذلك عند الحاجة، لأن المقصود من الصلاة هو الإقبال عليها والخشوع فيها، وإذا كان هناك شيء يحول دون ذلك بحيث أن من حين تصل جبهة الأرض على طول يرفعها لعدم استطاعته وضعها عليها في الحرارة، فإذا وضع شيئا وسجد وتمكن من صلاته في سجوده بسبب هذا الواقي الذي يقيه حرارة الشمس فإن ذلك سائغ وجائز. وهذا مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، لأن هذا عمل في الصلاة فلا يؤثر، لأنه لمصلحة الصلاة ولحصول الخشوع في الصلاة. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن بشر ابن المفضل عن غالب هو ابن خطاف القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك. يقول: هل الإنسان أن يضع يده ويسجد عليها عند الحرارة الشديدة؟ يبدو والله أعلم أنه لا يفعل ذلك، يبدو والله أعلم أنه لا يفعل ذلك، وإنما يعني يسجد يعني. ومعلوم أن السجود يمكن أن يطال فيه ويمكن أن يختصر، فإذا كان شديدا وأمكنه أن يمكن جبهته ويستقر في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى فإنه حصل مقصود. لكن إذا وضع يديه يعني تحت يعني وسجد عليهما، يعني معناه أنها يعني أن السجود صار على اليدين والوجه يعني لم يصل إلى الأرض، والسجود يكون على سبعة أعضاء. ما أدري هل ذكر الحافظ في هذا الشيء؟ اختصر قال: تقدم الكلام عليه. نعم. تقدم الخلاف في ذلك، وتفرق من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه. نعم. وضع سجادة للإمام فوق السجاد المفروش لعامة المسجد ما ينبغي، أقول لا ينبغي، يعني لا سيما إذا كان في مكان خاص كالمحراب الذي هو يعني واضح أن محل الإمام،
انه واضح. اما اذا وضع السجادة من اجل يعني توسط الامام ومكان يعني يعرف بها مكانه الامام وتوسطه لهذا الغرض لا بأس بذلك. اما سجادة فوق سجادة هذا يبدو انه لا وجه له. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. ثم قال: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، يعني غير ما تقدم، يعني لأن الذي مضى هو عمل في الصلاة، الذي مضى هو عمل في الصلاة، ولكنه أتى بهذه الترجمة، هو أتى بأنواع أخرى من العمل، فأورد فيه هذا الحديث عن عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها وكانت تمد رجليها في أمامه، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا رفعها إذا قام من السجود فإنها تضعها أو تمدها. فهذا يعني هذا العمل الذي هو كونه يعني غمزها أو أنه غمزها أن ذلك يعني عمل في الصلاة، وقد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل يعني مثل ذلك على أن هذا العمل لا بأس به، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وهو يدل أيضا على أن الاعتراض ليس مثل المرور، لأن المرور منهي عنه، والاعتراض حصل ووقع في هذا الحديث، وهو دال على أن مثله لا يؤثر، مثله لا يؤثر. ومثله لو أن إنسان قام يصلي وعلى يمينه واحد وعن يساره واحد وناوله شيئا من أمامه، هذا لا يقال له مرور، هذا من جنس هذا الاعتراض، من جنس هذا الاعتراض الذي حصل من عائشة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والرسول لمسها وهو في الصلاة، لمسها وهو في الصلاة، والقول بأنه يعني لمس المرأة لا ينقض الوضوء هذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم قال إن مس المرأة ينقض الوضوء، إن مس المرأة ينقض الوضوء في الصلاة، في الصلاة وغير الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة قال: حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه كان يصلي وأن الشيطان جاء يعني من أمامه ليفسد عليه صلاته، وأنه أن الله أمكنه منه فمسكه ويعني خنقه، وقال: لولا دعوة أخي سليمان بن داود لجعلته يعني لربطته
قال ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية يعني يربط في سارية حتى يعني يراه الناس حتى يراه الناس. ولكنه تذكر قول أو دعوة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حيث قال الله قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي فتركته. يعني أنه لم يفعل هذا الفعل لأن سليمان دعا بهذا الدعاء وتركه من أجل دعوة سليمان لربه وأن الله قد أجاب دعاه. وهذا يدل على أن وذكر بعد ذلك كلام النضر بن شميل وفيه أنه بالذال دعته يعني خنقته أو بالدال وهو من الدع. ولكن الأقرب أنه الأول الذي هو يعني كونه أمسكه لأن الدع يعني ليس فيه إمساك دفع يعني يدفعه فيسقط يوم يدعون إلى النار في نار جهنم دعا يعني يدفعون دفعه. والذي في الحديث أنه مسكه وأوثقه وأنه أراد أن يجعله في السارية أو في العمود حتى 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 يراه الناس. ف الأقرب أنه من الإمساك أنه واضح في الإمساك وليس في الدفع لأن الدفع لا يكون مع إمساك يدفعه فيسقط. ولكن هذا يمسكه. أعيد الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعته. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسيا. ثم قال أن ثم قال النضر بن شميل فذعته. النضر بن شميل هذا في كتاب غريب الحديث نعم يعني ذكر الحافظ بن حجر أن هذا كلام النضر بن شميل في تفسير يعني هذه الكلمة. وهذا جاء في بعض النسخ وبعضها خالية منه بعض النسخ خالية من هذه الزيادة وبعضها فيه هذه الزيادة. ولكن كما قلت أن الخنق والإمساك هذا هو الذي يوافق من الحديث بخلاف الدعاء فإنه لا يتفق معه. قال حدثنا محمود ثم أيضا هذا الذي ذكره يعني جاء في دعاء سليمان بن داود رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعده وهذا لا يكون لأحد بعده حتى في هذا الزمان الذي حصل فيه هذه الأمور الصناعات تقدم في الصناعات واستعمال الطائرات واستعمال غيرها لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه سليمان داود لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه سليمان داود ولن يصلوا إلى قيام الساعة لن يصلوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا دعوة أخي لا فعلت. فإذا هذا شيء باق ومستمر وأن هذا شيء أعطاه الله لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ما يعني الأخبار عنه عما حصل وذلك كما في قصة بلقيس في سورة النمل يعني عفريت من الجن قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان جالسين في جلسة يعني قبل أن ينفض هذا الاجتماع وهذا الاجتماع يحضره من اليمن إلى بلاد الشام يحضره من اليمن إلى بلاد الشام في هذه الجلسة الخاصة قال الذي عنده علم منك أنا آتيك به قبل أن يرفد إليك طرفك يأتي بلحظة. هذا شيء لا يمكن أن يحصل ما حصل لأحد يعني حتى هذا الزمان الذي يعني تقدمت فيه الصناعة وظهر فيه أشياء ما كان يفكر فيها الذين قبلنا ما كان يفكرون فيها أنها تحصل. ومع حصولها لا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه أو ما حصل لنبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود ابن غيلان عن شبابه ابن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى. والمقصود من إرادة الحديث يعني في هذا يعني كونه يعني مسكه وكذا يعني هذا عمل في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال نعم عليك. هذه ترجمة: باب إذا انفلتت الدابة. إذا انفلتت دابة أحدكم، إذا انفلتت الدابة في الصلاة. إذا انفلتت الدابة في الصلاة، انفلتت الدابة في الصلاة وذهبت وشردت، فهل يعني يتركها أو يقطع صلاته ويلحقها ثم يأتي بصلاته ثم يعيد صلاته إلا إذا كان ذلك إلى جهة القبلة وهو شيء يسير، وتقدم يعني يمسك خطامها وثم يعني يكمل صلاته ويتقهقر أو يرجع على الورى وهو يقودها ويكمل صلاته، فإن هذا يعني سائغ، لأنه جاء في قصة يعني أبو بردة بن نيار، لا أبو برزة الأسلمي، بردة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي. وقد جاء يعني أن هذا أنه عمل يسير، وأنه كان في القبلة، وجاء ما يشعر بأنها يعني أنها انفلتت وأنه لحقها، وهذا ذكره في طرف أمام في طرف ثاني طرف واحد في سيأتي في 6127. نعم شوف الحديث. يقول أزرق بن قيس أورده تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال الأزرق بن قيس: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل يقال له رأي، يعني له رأي يعني، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. نعم، يعني هذا يحتمل أنه يكون مثل الرواية السابقة، لأنه قال يعني هذا ورجع وقضى صلاته، يعني قضى صلاته إذا كان مقصود يعني أتمها، فهو مثل الأول الذي تقدم، وأنه يعني وأنها كانت وأنه أخذ بخطامها وأنه كان ماسك بخطامها وأنه يعني رجع وقضى صلاته، يعني في إما يكون قضى صلاته يعني أتمها يعني أكملها وبنى على ما مضى، لأنه كان يعني لم ينصرف عن جهة القبلة، وأنه عمل يسير في الصلاة، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو أن الدابة انفلتت وهو يعني يعرف أنها يعني أنه لا يتمكن، أنه يعني قد لا يتمكن من هذا، وأنه لو ذهبت قد تذهب إلى مكانها الذي تألفه وهو منزله،
أو أنها احتمال آخر وهو أنها تذهب إلى هجة أخرى فتضيع عليه ولا يدري عنها ولا ثم يبقى في البر أو يبقى في مكان يعني لا يستطيع أن يعني يستفيد منها. فرأى أنه يمسكها وأنه يتقدم لها وإن احتاج الأمر إلى أنه يذهب إليها ويقطع صلاته ويحصلها حتى لا سيما إذا كان في فلاة من الأرض وهو يعني قد يكون في مهلكة. فإذا فعل أو حصل له أنه قطع صلاته ولحقها ثم مسكها ثم أتى بصلاته من أولها لا بأس بذلك. أقرأ أعد الحديث أعد الحديث. قال قيس الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز. نعم الأهواز يعني مكان في 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 يعني في بلاد الشرق يعني إما في بلاد فارس أو في آخر بلاد العراق. نعم نقاتل الحرورية. نعم الحرورية يعني هم الخوارج نعم الذين خرجوا على علي وبدأ ظهورهم وخروجهم في زمن علي رضي الله عنه. قال الحافظ وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلة بن أبي صفرة سنة 65 من الهجرة. وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي على البصرة وولى المهلة بن أبي صفرة وولي المهلة بن أبي صفرة على قتال الخوارج. نعم. قال فبينا أنا على جرف نهر. جرف يعني حافته يعني قد نضب يعني أنه قد يعني ذهب عنه الماء. والجرف هو الذي يكون في ناحيته وقد يعني ذهب جزء منه بسبب سير الماء وقد يسقط طرف الجرف إذا كان يعني إذا كان يعني ليس قويا أو سميكا أو قويا فإنه قد يسقط بسبب هذا الجرف الذي ولهذا الوادي أو النهر قد يجترف ما حوله فيكون طبقة من الأرض ممتدة وتحتها فراغ ولهذا الأثر الذي جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما دفن أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو استشهد يوم أحد دفن فكاد الوادي أن يجترفه يعني مناه أن السيل يعني قرب منه فخشي أنه يذهب مع السيل فنبشه بعد 6 أشهر ونقله إلى مكان آخر حتى لا يحمله السيل لأن السيل إذا يعني إذا اشتد وقوي يعني يحمل ما أمامه وكذلك يعني يتسع إلى جوانب الوادي فيكون فيه طبقة يعني مرتفعة وتحتها ظل أو شيء فارغ بسبب السيل الذي في جرف نهر قد نضب. نعم وفي هذه الرواية نضب يعني يبس ذهب منه الماء أو ما بقي منه شيء يمشي. نعم وجاء في رواية قال على شاطئ دجيل. دجيل دجيل نعم. قال إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. يعني هذا يدل على أنه يعني أنه كان إلى جهة القبلة وأنه ينازعها ويتنازعه وهو يمسك به ثم إنه هذه جاءت رواية بها شيخ. نعم رواية أخرى لرأيناها اللي لا الرواية أنها إلى جهة القبلة. نعم هي إلى جهة القبلة. نعم نعم إيش ال أولا جاءت رواية أن تلك الصلاة صلاة العصر. نعم قال وجاء عند الإسماعيلي فمضت الدابة في قبلته. نعم فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرى. يعني هو في الصلاة وهذا يعتبر العمل اليسير يعني أنه عمل يسير أما لو يعني ذهبت مسافة بعيدة وهي تجره
وهو يعني لم يستطع إمساكها فإن ذلك يؤثر على الصلاة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، وقد جاء بيّنت الرواية الأخرى التي في الآخر قال أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني جعل يسبه ويعيبه لأن كونه ماسكن الناقة ويعني ومنشغل عن الصلاة، لأنه انشغل بالناقة عن الصلاة يعني ما ترك الدابة تذهب وجعل يصلي، وهذا من تشديدهم وأنهم يعني عندهم يعني مثل ما قال يعني تحقر صلاة مع صلاتهم لتشددهم ولزيادتهم ولغلوهم وإفراطهم، فكان يعني نالهم ما نالهم بسبب الغلو والإفراط. ولهذا يعني هنا يعني دعا أو قال أو سب أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه. نعم. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم. نعم، هذا الشيخ الذي هو أبو برزة لما انصرف من صلاته قال إني سمعت قولكم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني قد يعني يسمع شيئا وهو يصلي ويعرف ذلك القول الذي قيل، وذلك لا يؤثر على صلاته، يعني كونه حصل كلام وسمعه ويصلي لا يؤثر ذلك على إقباله على صلاته. إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8. وإني غزوت مع رسول الله، يعني هذه الغزوات إما 6 وإما 7 وإما 8، يعني معنى ذلك أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة وغزى معه 10 غزوات وكان يعني مع في ملازمته له لا يعرف عنه إلا التيسير والتسهيل ولا يعرف عنه الشدة والغلظة التي ابتلي بها الخوارج. قال وشهدت تيسيره وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. هذا يعني كلمة أراجع جاء في هذه النسخة، وفي النسخة التي شرحها لها الحافظ أرجع، أرجع بدون ألف، يعني يعني قال إن أنني فعلت هذا الفعل لأن ناقته ترجع إلى مألفها أي المكان الذي ألفته، وبينه وبين أهله مسافة طويلة، فمعنى ذلك أنه يشق عليه أن يذهب هذه المسافة. وقد يكون أمر آخر وهو أن تنفلت وتذهب إلى جهة أخرى فتضيع عليه ولا يدري أين كانت، وقد يفقدها ولا يحصل عنها خبرا. نعم، يعني هو يشير إلى أن هذا الذي تقولونه من الشدة والغلظة، والرسول صلى الله عليه وسلم صحبته صحبة طويلة وغزوت معه 10 غزوات وما عرفت عنه إلا التيسير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله عز وجل عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال في الآية الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن الأزرق بن قيس. نعم. عن أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال قلت أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته. وعدته لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت
أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتمني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتمني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في عن عائشة في صلاة الكسوف، وأنه لما كسفت الشمس أو خسفت الشمس صلى بالناس صلاة طويلة من ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، وأنه أطال في ذلك، وأنه في صلاته عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار. والحديث سبق أن مر، وأنه لما عرض الجنة تقدم وأراد أن يأخذ شيئا ولكنه ترك، ولما عرض عليه النار تأخر ورجع القهقراء. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم ويرونه تأخر، ولكنهم ما رأوا الذي رآه في القبلة، لأنه رأى الجنة ورأى النار. وهذا يدل على أن أمور الغيب يعني يصدق بها، ولو لم يعني تكن على وفق ما يعقله الناس ويعرفه الناس، لأن الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار أمامه وهؤلاء وراءه، ويرون يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه، ويرونه تأخر وما رأوا الشيء الذي تأخر عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يطلع من يشاء على ما شاء، وأنه يحجب ذلك عمن يشاء وإن كان بجوار من أطلعه عليه. وقال إنه يعني أراد لما مد يده أنه يعني في عنقود من عناقيد العنب متدلية من عقيد الجنة فتركه. وقال في بعض الروايات لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، يعني عنقود من العنب يأكل منه الناس إلى نهاية الدنيا. وكذلك تأخر لما رأى النار ورأى فيها يعني عمرو بن لحي الخزاعي وهو يعذب في النار. والحديث أورده المصنف هنا من أجل التقدم والتأخر، من أجل التأخر والتقدم والتأخر، وهو من العمل في الصلاة، وهو عمل في الصلاة، فإن مثل ذلك سائر للحاجة إليه، يعني كونه يتقدم ويتأخر، يعني لأن الرسول تقدم وتأخر. وسبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة صلاة أبي بكر أو دخوله في الصلاة لما جاء من بني عمرو بن عوف الذي ذهب إليهم ليصلح بينهم، وجاء وقد دخل الناس في الصلاة حتى وصل إلى كونه خلف أبي بكر، فأبو بكر عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه وراءه فرجع القهقراء، والرسول تقدم. فإذا فيه تقدم وتأخر في الصلاة، تأخر من أبي بكر وتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما في الصلاة. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن عروة عن عائشة. يقول السائل إذا انفلت الطفل وأبوه أو أمه في الصلاة في المسجد وخشي أن يضيع ويحصل له مكروه، فهل له أن يترك الصلاة ويتبع الولد؟ نعم، إذا كان أنه ما فيه يعني ما فيه إلا هذا، وأنه يعني لن يحصله إلا بهذه الطريقة، فإنه يقطع الصلاة ويذهب إلى ولده ليمسكه حتى لا يضيع. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ. حديث ولا حديثين؟ حديثان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما قلتم وسمعنا، شفاكم الله وعافاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. آمين. يقول المسبوق إذا انتهت الصلاة مع الإمام ثم قام يقضي فتقدم إلى سترة، هل حركته هذه تقدمه إلى السترة تدخل في الأمور الجائزة، الحركات الجائزة؟ إذا كانت قريبة، إذا كانت قريبة جدا ما في بأس، لأن يعني حتى يعني يشوش عليه الناس بالمرور، لكن إذا كان في سترة أمامه وتقدم تقدما يسيرا دون أن يكون هناك مسافة طويلة، أما إذا كانت بعيدة ليس له ذلك، لأن الحركة اليسيرة اليسير في التقدم والتأخر ما في بأس. يقول بعض الناس اليوم في بعض المساجد كذلك في الحرم المكي يبسط شماغه ويسجد عليه، هل هذا من التكلف؟ يعني شماغه على الفراش؟ ها؟ يبسط شماغه على الفراش؟ والله ما ذكر. هل يعني إذا كان بسط؟ والظاهر أنه يبسط أحيانا على البلاط. إذا كان البلاط إنه يعني فيه يعني شيء يعني يؤثر، مع أن البلاط الذي في الحرم هناك لا تؤثر فيه الحرارة، كون الإنسان يعني لا يفعل هذا الفعل يعني لا شك أنه أولى، وإن كان أنه فيه برودة يعني فيما يتعلق وقت الشتاء وأن فيه برودة وأراد أنه يعني يتحول بينه وبين البرودة هذا لا بأس له. يقول إن كانت المسحة الواحدة للحصى لا تكفي فهل يجوز أن يكرر؟ كيف لا تكفي؟ يعني كونه يعني يحركه يعني كذا هذه مسحة، لكن كونه يعني يكرر يعني من غير حاجة وقد استوى الحصى، إذا كرر مع استواء الحصى هذا غير سهل، أما إذا كان استوى الحصى فإنه لا حاجة إلى التكرار. والمسحة الواحدة تكفي، لأن الأرض الذي حصبة أو تراب إذا مسحها تساوت، لا سيما وهذا الذي حصل فيها من التفاوت بسبب وطء الأرجل، وذلك أمر سهل يكفيه مرة واحدة. يقول ما معنى ما جاء في الحديث الأخير سيب السوائب؟ سيب السوائب يعني الإبل التي يعني تجعل للآلهة. يقول ما حكم الجلوس على السجادة التي فيها صورة الكعبة؟ لا بأس بذلك، لكن الأمر الذي ينبغي أن تستعمل السجاجيد التي هي يعني خالية من أي يعني ألوان، لأن هذا هو الذي يكون به عدم التشويش على الإنسان في صلاته، ولا يكون فيها نقوش ولا يكون فيها شيء، والسجاجيد اللي فيها الكعبة وغيرها فيها نقوش، فكل إنسان يتركها ويأخذ الأشياء التي هي سليمة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان. يقول شيخنا الفاضل قد بلغ الثلج عندنا في الجزائر في بعض المناطق إلى مترين، فمات بعض الناس وأفتى بعض أئمة المساجد بأن يدفنوا في الثلج ابتداء حتى يذوب، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. كيف يعني يدفنون في الثلج؟ الثلج يذوب ويبقون، كيف يدفنون؟ دفنهم يحفر لهم مقابر يقبرون فيها، وأما يعني وضعهم في الثلج يعني هذا إهانة لهم، حتى ولو كان مدة مؤقتة يعني وليس بدفن وليس بقبر وليس بدفن، وإنما كونهم يوضعون فيه هذا إهانة لهم، ما يصلح هذا ولا يليق أن يكون. هل يجوز للإمام الراتب إذا وهل الإنسان يعني يريد لنفسه أن يكون كذلك؟
يعني هذا الذي يعني يرغب هذا أو يرى يعني أو يريد أن يكون هذا، هل يرغب هو أن يكون كذلك؟ لا لا يرغب أبدا، لأن هذا إهانة. الإنسان إذا مات يهيأ للدفن ويذهب يدفن في المقابر. هل يجوز للإمام الراتب إذا تأخر ووجد غيره قد تقدم ليؤم الناس له أن يرجعه ويتقدم هو يصلي؟ الأولى أن يتركه، وإن كان لم يدخل في الصلاة ويعني وجاء وطلب منه يتأخر فعليه أن يتأخر. يقول وكيف إذا قد مضت ركعة أو ركعتان؟ لا، هذا لازم يستمر في صلاته. أقول يستمر في صلاته ويستمر الناس في صلاته، لكن الكلام عند الإقامة وقيم الصلاة ثم حضر وهذا واقف ما كبر، فإنه يتأخر، وإن قال له تأخر يعني يستجيب له، أما بعد دخوله في الصلاة فلا. هل ورد الإجماع بأن لله عينين؟ الذي ورد فيه حديث الدجال الذي قال إن ربكم ليس بأعور، يعني والأعور هو الذي له عين واحدة، هو الذي ليس بأعور له عينان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.